طيب خلينا نتكلم في حلقتنا النهارده. الحقيقه هنكون لينا كلام كثير جدا زي ما قلت لحضراتكم عن الدوريات وبشكل خاص على الدوري الانجليزي، وزي ما بقول لحضراتكم عوده ليفربول تاني لنغمه الانتصارات والاداء الجيد على مستوى البريمير ليج. كمان هنتكلم على دوري ابطال اوروبا، هنتابع مع حضراتكم زي ما قلت بكره وبعده في مباريات قويه جدا، مباراه الذهاب في دور ال 16 من البطوله، والحقيقه يعني في تكرار لنهائي الموسم اللي فات، وكل مصر والعرب بينتظروا مباراه كبيره جدا على مستوى ليفربول ونجمنا الكبير محمد صلاح اللي عاد زي ما عاد ليفربول للاداء والتهديف والظهور بشكل جيد جدا جدا، مباراه كبيره امام ريال مدريد. طيب خلونا قبل ما نخش على الصحافه العالميه قالت ايه نتكلم في بعض الاخبار السريعه اللي هنبداها من ريال مدريد. يعني توني كروز وتشواميني بيغيبوا عن قائمه ريال مدريد امام ليفربول. هي اعلن انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن القائمه اللي هتواجه ان شاء الله فريق ليفربول بكره باذن الله، طبعا بذهاب ضمن نهائي دوري ابطال اوروبا. انشيلوتي استبعد طبعا الثنائي الالماني توني كروز والفرنسي تشواميني، عندهم يعني بسبب نزله برد القائمه يعني بتضم حراسه المرمى كورتوا ولونين وداني كارفاخال ميليتاو والابا ناتشو فاسكيس رودريكو، ووسط الملعب مودريتش موجود، كامافينجا موجود، فالفيردي موجود، ومارتيني موجود، وكمان على مستوى الهجوم هازارد موجود، كريم بنزيما، سينسيو، فينيسيوس جونيور، و رودريجو والفارو. الفارو كمان بيقدم مستويات رائعة الحقيقة في ريال مدريد، لاعب مميز جدا جدا، كان ليه بصمة واضحة في فوز ريال مدريد المباراة الماضية. حكم الروماني ستيفان كوفاكس ده حكم المباراة بكرة، اللي كمان أدار لريال مدريد في دوري الأبطال الموسم اللي فات في انجلترا في المباراة اللي حضراتكم فاكرين خسر فيها أمام المان سيتي بنتيجة 4-3. طيب الحقيقة منذ تعاقد نادي النصر السعودي مع الظاهرة كريستيانو رونالدو الحقيقة كان في أخبار كثيرة جدا عن توافد أو يعني استقطاب الدوري السعودي لنجوم كثيرة جدا جدا. النهاردة في خبر بيقول في عرض خيالي لضم كريم بنزيما، وطبعا لسه حضراتكم عارفين كريم بنزيما يمكن ما حسمش موقفه وعقده هينتهي السنة دي مع ريال مدريد، يعني كان في عروض كثيرة جدا، وبعض التقارير بتقول ان كريم بنزيما هيكون متواجد في الدوري السعودي في نادي ايه لسه مش معروف. يعني شبك في بعض التقارير الاسبانية قالت ان استمرار بنزيما مع ريال مدريد لسه غامض ومفيش اي حد في النادي الملكي بيقول اي تصريح واضح عن مستقبل النجم الفرنسي. يمكن هذه التقارير قالت ان بنزيما يمتلك عرض مغري جدا جدا من السعودية لمدة سنتين هيحصل فيها على راتب سنوي يصل ل 60 مليون يورو خالية من الضرائب، لكنها يعني لم تأخذ يعني ما حددتش هذه التقارير ما حددتش نادي ايه في السعودية. في الوقت نفسه يمكن كريم بنزيما متخوف من انباء احتمالية إقالة أنشيلوتي الحقيقة عقب يمكن خسارة او اخرى، زي ما حضراتكم عارفين متابعين ان بعض التقارير بتقول ان يمكن انشيلوتي تكون هذه السنه الاخيره او الموسم الاخير ليه في ريال مدريد. انتوا عارفين العلاقه الجيده جدا ما بين انشيلوتي وكريم بنزيما، يمكن كريم عنده بعض التحفظ وبعض الخوف شويه من اقاله المدرب. حضراتكم عارفين يعني ان انشيلوتي منح الثقه الكبيره جدا جدا لكريم بنزيما يعني منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو الى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الماضي، كمان ترددت زي ما بقول لحضراتكم على مستوى مودريتش، على مستوى هازارد، على مستوى نجوم كبار ودخولهم في الدوري السعودي. طيب نسيب السعوديه ونطلع على المانيا نتكلم على واحد من النجوم الكبار، النجم السابق لليفربول والحالي لبايرن ميونخ ساديو ماني. الحقيقه كان في تصاريح صادمه لحد كبير، يعني ساديو ماني بيتجاهل محمد صلاح وبيفضل اوريجي على محمد صلاح. اتسأل ساديو ماني نجم البايرن دلوقتي يعني بيقول له مين افضل، يعني عند اختيارات لافضل هدافي هو لعب معاهم على مستوى البريمير ليج. الحقيقه وفقا لصحيفه ديلي ميل البريطانيه
قال ساديو ماني قدم إجابة مفاجأة للجميع، فضل أوريجي مهاجم الميلان على محمد صلاح أفضل هداف لعب معاه. أشارت الجريدة كمان أن ساديو ماني يعني أكيد شكل ثلاثي رائع مع صلاح وروبرتو فيرمينيو في ليفربول، وأنه بيلعب دلوقتي بجانب توماس مولر في الفريق البافاري. أوضحت أن اختيارات أو ساديو ماني اختار أوريجي يبدو غريبا، لأن أوريجي سجل 41 هدف في 175 مباراة مع ليفربول، لكن محمد صلاح يمكن زار الشباك 44 مرة في 52 مباراة خلال الموسم الأول ليه في ملعب طبعا أنفيلد. فضل كمان ساديو ماني مواطنه طبعا كوليبالي كأفضل مدافع لاعب معاه على زميله السابق طبعا فان دايك. الحقيقة كان اختيارات أنا اتصدمت فيها الحقيقة، لأن كان رغم أن كان بيقول العلاقة ما بين ساديو ماني ومحمد صلاح في الملعب مش على المستوى، لكن تجاهل ساديو ماني لقيمة محمد صلاح وأنه من أفضل ياما عملوا أسيستات وياما اشتغلوا وعملوا يعني أهداف كثيرة جدا جدا على مستوى ليفربول، وكان لغاية دلوقتي الناس بتتكلم عن هذا الثلاثي فيرمينيو محمد صلاح وساديو ماني. وساديو ماني يعني قال أن من أفضل اللعيبة اللي لعب بجوارهم هو أوريجي، وعلى مستوى طبعا المدافعين كمان يعني استبعد كمان فان دايك وقال كوليبالي. عندنا خبر تاني عن نيمار، موقف نيمار من مباراة البايرن النهاردة. يمكن اتكلمت بعض التقارير عن فرص نيمار نجم باريس سان جيرمان في المشاركة طبعا مواجهة مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ في دور ال 16 لبطولة أوروبا. الحقيقه التقارير الفرنسيه كشفت ان الفحوصات الاوليه على نيمار بعد تعرضه طبعا لالتواء شديد جدا في كاحل القدم اليمنى في مباراه ليل امبارح الى تبدو مبشره، يعني في عنده اصابه يعني قد تكون اصابه كبيره جدا. الصحيفه اوضحت ان طبعا نيمار هيحتاج فتره من 3 لـ4 أسابيع للتعافي. اكيد طبعا فرصته هتبقى امام البايرن هتبقى ضعيفه جدا جدا في لقاء مهم جدا على مستوى باريس سان جيرمان بعد هزيمته 1-0 من الفريق البافاري. باريس سان جيرمان زي ما بقول لحضراتكم هيكون ضيف يوم 8 مارس ان شاء الله في المانيا. المباراة الذهاب طبعا انتهت زي ما بقول لحضراتكم بفوز بايرن بهدف دون رد في حديقة الامراء. والصحيفة اوضحت ان الفحوصات الاولية يعني هي تعرض نيمار لتمزق جزئي في أربطة الكاحل وهيكون جاهز في منتصف مارس القادم. طبعا حقيقة كمان غياب مؤثر جدا على باريس سان جيرمان اللي طبعا قد يكون خروجه من دور ال 16 مفاجأة كبيرة لكثير من الناس، لأن زي ما قلت لحضراتكم نجوم كبار ويمكن يعني كل الأمال في باريس سان جيرمان كانت موجهة إلى الحصول على دور الأبطال، ولكن تبدو الأمور صعبة على الفريق الباريسي.